معلش انا طولت عليكم، بس انا دايما بحب افرح بس اخد دروس، والدروس دي توصلنا لايه؟ لامور تانية احسن. عايز اقول لكم الالعاب الاخرى مش بعيد خالص على فريق كره القدم، كنا كلنا بنكلم مع بعض وبنراسل بعض وقاعدين قدام التلفزيونات في منتهى الحماس وفي منتهى الاثاره. النجوم الالعاب الاخرى عملوا فيديو بعتوها لنا فريق الاعداد وفريق العمل البرنامج بيباركوا الفريق كوره. خلينا نشوف الفيديوهات دي وارجع لكم. الف مبروك التاسعه للنادي الاهلي، الف مبروك لنادي القرن، ومن دلوقتي هنقول العشره يا اهلي. الف مبروك التاسعه يا اهلي، والف الف مبروك على نادي القرن، ودلوقتي نقول العشره يا اهلي. اسعد الاهلاويه المصريين كلهم، نتمنى ان دايما يا رب في انتصارات النادي الاهلي في كل الالعاب مش في كره القدم بس. مبروك التاسعه يا اهلي، مبروك يا نادي القرن، دلوقتي نقدر نقول العشره يا اهلي. مبروك يا اهلي التاسعه، مبروك لنادي القرن، ودلوقتي هنقول العشره يا اهلي. مبروك التاسعه يا اهلي، مبروك لنادي القرن، دلوقتي نقدر نقول العشره يا اهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لنادي القرن، دلوقتي هنقول العشره يا اهلي. مبروك التاسعه يا اهلي، مبروك التاسعة يا أهلي، 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 مبروك التاسعة يا أهلي. نجومنا ونجباتنا في الألعاب الأخرى فرحانين. خلي بالكم إحنا يعني مشجعين، احنا مشجعين درجه ثالثه كلنا. اي نعم احنا ربنا ادانا نعمه كبيره ان احنا لبسنا تيشيرت النادي الاهلي، ولكن في الاول والاخر احنا عشاق كره القدم المعشوقه الكبيره، طبعا معشوقه الجماهير. واحنا يعني لو انتوا شفتوا الفرحه بنتكلم في العشره، وتلاقي كل النادي الاهلي بيتكلم لغه واحده انه بيبصوا على البطوله اللي بعد كده. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الكره، ونتمنى باذن الله ان شاء الله، وانا على ثقه واحنا عاملين ميركاتو السنه دي رائع في الالعاب الاخرى، ان احنا ان شاء الله في الالعاب الاخرى ان شاء الله الافضل قادم. حلقتنا النهارده، خلينا نخش بقى في الحلقه. حلقتنا النهارده زي ما عودناكم بيكون في نصين، نص اخبار وتعليقنا على الاخبار دي، والنص الثاني بيكون معانا نجم وبطل. بطلنا النهارده هو مايسترو كره اليد، كابتن فريق كره اليد الكابتن اسلام حسن، لاعب منتخب مصر واللاعب الكبير واللاعب اللي ليه تاريخ كبير وبطولات كبيره مع النادي الاهلي. كان لازم يكون معانا النهارده عشان نعرف رايه ايه طبعا عن انتصار النجم التاسعه، توقعاته ايه حتى في اللي جاي، وكمان كرة اليد أخبارها إيه، ونطمن على النادي الأهلي ونطمن على منتخب مصر، خاصة إن هو داخل مع منتخب مصر بعد بكرة معسكر مغلق. بكرة في مسحة هيعملوها اللعيبة عشان ينضموا للمعسكر. كل التوفيق، انتظروا الحلقة فيها وإن شاء الله مفاجآت كمان معاكم كتير.